استاذ فاروق شوشة راجل من كبار المؤسسين للاذاعه المصريه. الاستاذ فاروق شوشة كبار المؤسسين للبرامج الثقافيه في التلفزيون المصري وفي الاذاعه المصريه. نجح ببراعه عندما تولى رئاسه الاذاعه المصريه. نجح ببراعه عندما ارسى قواعد البرامج الثقافيه في التلفزيون المصري لانشا البرامج الثقافيه في التلفزيون المصري الراحل العظيم الاستاذ فاروق شوشة. دوره العظيم في مجمع اللغة العربية، دوره العظيم في اتحاد الكتاب، فقدنا قيمة كبيرة جدا. وطالب أن يطلق اسم الأستاذ فاروق شوشة على أحد استوديوهات الإذاعة المصرية تحديدا لذكرى رحم الله الفقيد وأسكنه فسيحه.